عمرك بغيت تتعلم طروادي وما لقيتش من تعلمها؟ راك لقيت دروك. السلام عليكم، علي مداح معكم في فيديو جديد نمام رقم 18 من التحدي تاعنا. صحه رمضانكم، صحه طولكم. المهم لا فوتوغرافي والفيلم ميكينغ والايديتينغ، غادي ندورو شويه كسعه نروحو ل 3D ثلاثي الابعاد. غادي نتعرفوا اليوم على برنامج سموه بلندر. بلندر هذا هو 3D سوفتوير كيما سينما 4D، كيما المايا، كيما 3DS ماكس، كيما الاوتوكاد. هاد البرامج نقدروا نخدموا بهم مجسمات ثلاثيه الابعاد، نقدروا نخدموا بهم تصاميم تاع منازل ثلاثيه الابعاد في الاركيتكتير، نقدروا نخدموا بهم محاكاه تاع تصوير حيصرونا احنا باريزون كيما النو كيفاه طيح، انفجار، اصطدام، هاد الحفيس محاكاه تاعهم نقدروا نخدموها في هاد البلاي بروغرام تاع 3D. ونقدروا نخدموا بهم ثاني الالعاب باريزون كيما الناس تلعب بابجي وكاع، دوك هذيك الخريطه الماب اللي داروه والبنادم اللي راه يلعب بيه وكاع وين داروهم، داروهم في البلاي بروغرام تاع 3D. وحاجه واحده اخرى مهمه اللي غادي نركزوا عليها حنايا وعندها علاقه توجور بالفيلم ميكينغ والفيديو ايديتينغ، سموها الفيديو كومبوزيتينغ ولا فيديو 3D كومبوزيتينغ. ستادي غادي انتيغري صوالح 3D في الفيديو نتاعك ويبانوا تاع بصح. دونك حنا غادي نبداو ستيب باي ستيب نتعلموا البلندر بشويه، نتعلموا نخدموا اوبجيكت 3D ولا 3D اوبجيكت مجسمات ثلاثيه الابعاد، من بعد نتعلموا كيفاش انتيغروها في الفيديو نتاعنا. ديروا في بالكم باللي اغلب المؤثرات السينمائيه، الانفجارات، الريح كذا، مع باليش اللي راكم تشوفوهم في الهوليوود وكاع مخدومين باللي بروغرام تاع 3D، اغلبهم ماشي بصح. كاين واحد ما مخد البلايص مخدومين مرسومين كيما نقولوا جبل كذا، كنت تشوفها جبل تاع بصح هو مرسوم ولا مخدوم بال 3D ومحطوط تما في الفيديو وانت تشوفها بصح يتحرك وكاع. دونك غادي نشوفوا الاساسيه تاع بلندر، نشوفوا كيفاش نخدموا مجسمات ثلاثيه الابعاد، ومن بعد نشوفوا كيفاش انتيغروها في الفيديو نتاعنا. برك نبغيكم ديروا في حسابكم بلي انا ماشي اكسبير تاع بلندر، انا راني عاد نتعلم في البلندر بصح شاو جاتني لوكازيون انا كنت نتعلمه وعاود نحبس نتعلمه وعاود نحبس، دروك جاتني لوكازيون باش نتعلمه وما نحبس. غادي نقعد نتعلم حاجه ونبارطاجيها معكم، نتعلم حاجه ونبارطاجيها معكم، هاكا نديفلوبي انا وديفلوبو نتوما. دونك بلا ما نطولوا اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا الانترفاس تاع البلندر، الواجهه تاع البرنامج كي دايره، ونشوفوا كيفاش نتيليشارجوه ونانستالو. ما تنساش الاشتراك في القناه ودعوه اصدقائك باش هما ثاني يتعلموا 3D. جيبوا لي بيسي نتاعكم ويلا نبداو التيتوريال تاعنا تاع اليوم. اذا نبداو بسم الله، كيفاش تيليشارجي البلندر؟ اول حاجه روح لللينك اللي راني دايره لكم في الديسكريبشن، غادي ديك ديريكتومون صفحه التحميل هذه. صفحه التحميل طلع لكم كيما هكا، تلقى ديريكتومون تيليشارجي البلندر 2.82، هذه هي الفيرسيون تاعي اللي راهم خارجين انا نخدم بها دروك. تلقى هنا بريفيوس فيرجنز بلندر 2.7 وهنا كاع لي فيرسيون القدم. بون بلندر 2.7 حتى 2.79 باسكو هي 2.71 72 73 حتى 79 الانترفاس تاعهم وحدها، وكي داروا الابديت ل 2.8 الانترفاس ولات حاجه واحده اخرى. دونك نوريكم اكزومبل كيما هذا البلندر 2.8، شوفوا الانترفاس تاعه كي دايره، وهذا هنا اللي رانا نشوفوا فيه هو البلندر 2.79. دونك راه كاين ديفيرونس بيناتهم، حنا غادي نخدموا ب 2.82 2.81 و80 كيف كيف. كما راكم تشوفوا هنا راه في 2.83 راه في البيتا يعني نسخه تجريبيه، دونك نورمالمون هاد الايامات يعاودوا يطلقوه. المهم دير هنا اولا ريكوايرمنت باش تشوف شنو يدوموندي لك. اول حاجه قال لك بلي ما تسحقش انستالي، يعني ديرك تيليشارجي تدخل تبدا تخدم. ثاني حاجه ما تسحقش الانترنت في الخدمه نتاعك، يخدم مع الويندوز 10 ال 8.1 و 7، يخدم مع الماك او اس من 10.12 الفوق، ويخدم مع لينكس. بالنسبه لمتطلبات الشغل ها هي المينيموم، يعني اقل حاجه ريكومندد اللي يوصى بها، وباش تخدم اليز وطريبيا عندك هذه لا رام 32 اكسيتيرا. حنا دروك نخدمو، انا دروك تقريبا راني بين المينيموم والريكومندد باسكو انا عندي 8 جيجا رام، دونك مينيموم 4 صافا. وهنا لي كارت جرافيك لي سيبورتيها. دونك حنا نروحو لداونلود نكليكو على تيليشارجي وسيبور، عندنا البلندر نروحو نلقوه ديريكت عندو تيليشارجينا. ها هو ندخلو فيه، هذه اول واجهه تطلع لك من تحل البلندر. طبعا معقده ياك بصح ماشي معقده، انا هاد لي بروغرام كاع كنت نخاف منهم كي ندخل لهم بصح كي قعدت نتبع الدوار شو قال لقيتهم بلي حاجه سهله، مش اول واحد لازمه هي يبراتيكي صاي يتمرس عليهم. اول حاجه هنا عندنا 3D سبيس تاعنا اللي نخدموا فيه، هنايا عندك لي زوبجي اللي تحطهم، لانيماسيون حبوبك حلقات تحطها هنايا ديرها هنايا نافيغي 3D وقعد زومي دبر راسك. باش تتحرك 3D عندك هنا هذا المعلم متعامد متجانس فيه ثلاثة اكس ايكغيك زد، تكليكي عليه وتبدا تدور، راك تدور لوبجي تاعك. عندك هنا باش تزومي قد دارك قرب وتبعد، عندك هنا باش نافيغي غوش دروات الهاند تول قد دارك وتكحز، عندك هنا تديك الكاميرا فيو
كاميرا فيونز حقوها هذه بزاف من بعدها في الخدمه تاعنا باسكو حنا في الميكرز. انا ماشي نخدم هنايا لي زوبجي غير هكا, نخدم لي زوبجي باش نانتيغريهم في الفيديو, من بعد نشوفوا كيفاش نحطوا الفيديو تاعنا هنايا ونبداو نخدموا عليه ونانتيغرو سوال 3D فيه. وهنا هذه تبدل لك بين البيرسبكتيف فيو والاورتوغرافيك فيو. البيرسبكتيف فيو كيما رانا نشوفوا دروك يعني روبجي كل ما كان قريب للكاميرا ولا ليك يكون قريب, كل ما بعد عليك كيما راكم تشوفوا هنا يخطو تمام هذو هما يصغروا. هذا بيرسبكتيف منظور يعني حاجه حقيقيه. الاورتوغرافيك حاجه غير حقيقيه, شاو تعطيك لي زوبجي تاعك تقريبا تشوفهم بنفس الحجم, ما كاش هذاك البيرسبكتيف المنظور يعني لي سباس بيناتهم تقريبا قاع يكون كيف كيف اي باش تشوف لي زوبجي تاعك اكسيتيرا. منظور ما كاش يتبدل هنا يولي لك البيرسبكتيف عادي, زومي ولا تبعد كيما تبغي. عندنا هاد الادوات هنا خاصين بالوبجيك, هذا السهم هنايا باش تخير لي زوبجي اللي راك باغي تخدم بهم. برك تروح فوق لوبجي ليفت كليك يعني تكليكي باليسرى وراه سيليكسيون, كي تكليكي باليمنى عندك واحد لي زوبسيون يعطيهم لك من بعد نشوفو. عندك هذه هنا تاع 3 دي كورسر هذا تبدل له بلاصته كيما تبغي, من بعد نشوفو علاه نبدلو بلاصته وباش يفيدنا. عندك هنا هذه تكليك عليها باش ديبلاسي لي زوبجي تاعك, تكليكي هنا تطلع لك المعلم المتعامل هذاك, تبغى ديبلاسي على الايكغيك, تبغى ديبلاسي على الاكس, تبغى ديبلاسي على الزد. نفس الشيء بالنسبه للكاميرا ونفس الشيء بالنسبه لهذا, هذا الضوء لايت. من بعد نهضروا عليه اون ديتا. عندك هنا روتيشن باش تدور, تكليكي فوق لوبجي لك باغي ودوره, سينو راك باغي تدور على الاكس ولا الايكغيك ولا الزد تو سامبلومون غير بالوحده. هذه سكيل باش تبدل الحجم تاعه, وهذه ترانسفورم فيها قاع هذو ثلاثه مع بعض يعني باش ديبلاسي باش تكبر وتصغر وباش تدور روتيشن. عندك هذه انوتيت وقيل تعليقات يعني راك تخدم على عفسه تبغي تعلق حاجه باش ما تنساهاش من بعد. تروح عندك العفسة وتكتب شاك باغي باغ اكزومبل, تكتب الحجم تاعها 12 كيلو ولا عفسة كي من هكا وراها تقعد نورمالمون ما تطلعلكش في الرندر هذي. كي تبغي تقلعها تروح عند نوت وتسيبريمي هنايا سينو تفغارديها وتخليها هكا. وعندك هنا ميجر كليكي عليها تخير نقطتين تشوف شحال المسافة بيناتهم باغ اكزومبل, هذا من لهنا فيه 6 متر, هذا من لهنا فيه 2 متر وشي حاجة نسحقوا هذه ثاني بزاف. وديروا حسابكم بلي اي تول من هادو باغ اكزومبل تقدر لاسوري تحطها فوقها تقعد شويه يطلع لك شي يدير ومختلف لي زوبيراسيون اللي تقدر ديريها بهم. واذا كان كاين اختصار في الكلافي خاص بداك الاوبريشن يعطيه لك كيما هذا سكيل اس روتيشن ولا روتيت ار الموف عندك جي للقا كورسر باش تبدله عندك سبيس بار وعندك سيلكت بوكس هو W. ونعادو نردو لوبجي تاعنا في الوسط باش نمحوه, باش تمحو لوبجي كليكو إكس ديرو أوكي ديليت. نمحو هاد الحية عندكم هنايا, هذه عفسة اكتشفتها دروك في الميجر تقدر ديرو مام زوايا تكليكي هنا هاكا باغ إكزومبل خط وعاد وراك باغي دير زاوية تقسمه يعطيك شعال الزاوية هذيك يهضر. المهم بغيت نوريكم عفسه قبل لا نكملوا نافيغيشن في الانترفاس تاعنا. هذا السكيل والروتيشن وكاع قلنا عندهم دي راكورسي باغ اكزومبل جي تكليكي جي تبدا ديبلاسي الكيوب تاعك ولا 3 دي اوبجيكت اللي راك دايره. لا راك باغي باغ اكزومبل ديبلاسي غير في الاكس اكسس هذا محور الاكس تكليكي على الجي ومن بعد تكليكي على الاكس ديبلاسي غير في الاكس كون قاعد تحرك منه من ما يتحركش. لاك باي باغ اكزومبل ديبلاسي على الايكغيك دير جي ايكغيك, لاك باي ديبلاسي باغ اكزومبل على زد دير جي ومن بعد زد. نفس الشيء اذا كبر دير تسكيلي تكبر, الا كان دركت اس برك غادي يكبر في كاع الجوايع, الا كان راك باغي تكبر على الاكس برك دركت اكس مع الاس بيان سور سينو دركت ايكغيك باش تكبرها في الايكغيك اكسس ولا الواي اكسس الزد باش تكبرها في الزد اكسس انك ما تبغى تخدم لي بيلي وكاع. ونفس الشيء بالنسبه للروتيشن هذه غير باش تخدمو خفيف باسكو من بعد كي تولي تخدم بشعه من اوبجي ما توليش تدرك هنا وتعاود تولي تعاود تدرك تعاود تولي تحرك تعاود تدرك تقلع وتعاود تولي غير بلي راكورسي تاع الكلافي وتخدم
بون كملوا عندنا هنا التايم لاين نسحقوهم بعد في الانيميشن كنقعدون انيمو اللي زوبجيتي وعناو يتحركوا خدموهم في التايم لاين صبروا نكبروا شوية ها ما في هنا يشعل الوقت هنا باش تحرك عندك هنا يا منا هذي تعلي زوبجي اللي اكديرهم هذي في الافتر افكت لكن عقلتو كيما اللايرز اللي هدرنا عليهم بصح هنا عندنا دي زوبجي ما عندناش لايرز نكريو اوبجي باريزم ديرو اد ماش نديرو هذا مخروط ولا كيسموه هاهو طلع لنا هنا ديبلاسي اكس هاهو طلع لنا هنا اسمه كون تقد توجور تكليكي دو فوا فوق سماه وتبدله مخروط نقرو على فليكول بصح ما على باليش الحق تاع ربي على سموه مخروط المهم اللي يعرف على سموه مخروط يقول لنا هنا في هذه تلقى بروبرتيز خصائص على لوبجي تاعك وكاع وتلقى ثاني واحد لي تولز ولا واحد الادوات غادي نستخدموهم بزاف كيما هذه ماتيريالز بار اكزومبل هنا البرودوي تاعنا ولا الاوبجي تاعنا ما راه فيه والو ماش ملون ما راه فيه حتى جماليه تبغي تلونه دير نيو ماتيريال هنا تبدل له كولر تاعه وهكا كيما راكم تشوفوا ما تقدوش تشوفوا شنو لونته بصح شاو كي درك زاد ودير ريندر تقد تشوف لا كولر تاعها هكا انا في سوليد يعني نخدمو برك على لي زوبجي بصح كي دير ريندر تشوف البرودوي فينال تاعك ريندر تشوف الكولر تاعك والعكس اللي شابه هنايا في البلندر 2.8 والفوق سي كو تقد دير ريندر ريل تايم راك تخدم او ميم طون تشوف شاك تبدل بار اكزومبل لو كان دير ريندر سي بورني في ريندر ونبدل لا كولر تاعي نقد نشوفها ريل تايم تتبدل ماشي حتى الريندري ولا تنشوف تنكمل خدمتي ونكسبورتيها عاد باش نقد نشوف لا تم تشوف نقولو السوليد فيو هذا لي كورسي غادي كاع نشوفوهم من بعد عندك بار اكزومبل هنايا فيزيكس فيها الفورس فيلد فيها كوليجن ستيدام كلودس تحكي الحركه تاع الملابس دايناميك بينت سوفت بودي لوتس السوائل عندنا صوالح بزاف غادي نشوفوهم هنايا عندنا الموديفايرز ثاني غادي نخدمو بهم بزاف هادو المهم عندنا بزاف صوالح غادي نشوفوهم وهنا البانل تاع رندر هو المسؤول باش اكسبورتي لك خدمتك فينال المهم ما تقلقوش غادي حنا نشوفو اليوم غير الواجهه ومن بعد نروحو لهم اون ديتاي كاع هاد لافيس اللي شفنا هنا الفوق عندنا مجموعه من الورك بلايسز يعني مساحات العمل كما شفنا في البريمير بار اكزومبل باللي في الفيديو دي فوا نخدمو على الايديتينغ نقطعو لي فيديو كاع دي فوا نخدمو على الكولر نعدلو على الكولر دي فوا نخدمو على الصون دي فوا نخدمو على لي زيفي ولي ترانزيسيون في 3 دي ثاني عندنا هنايا نخدمو على اللاي اوت نخدمو على الموديلينغ تكستر بينت شيدينغ انيميشن ورندرينغ وكومبوزيتينغ هادو كاع نشوفوهم من بعد كي درك على كاس وحده الورك بليس تاعك يتبدل على حساب خصائص تاع ديك الخدمه شغل يعطيك الصوالح اللي تحققها شوف كل واحدة عندها الخصائص تاعها من بعد نشوفوهم مع بعض ده الورك بليسز عندنا هاد بوليس ثاني من بعد تحقوهم في سوفت جارد كريب اولي جيت كثيرات نفس الصوالح ديرهم بهم تقد في اي وقت كري بانل من هاد لي بانل اللي راهم هنا تزيد واحدة على حسابك انت تروح هنايا الفوقة في القنت ولا في بين كل وحدة وحدة تطلع لك البليس هادي هنايا كليكيها وجبد تطلع لك بانل جديد هنايا تخير بانل تاع هذا عندك بزاف عندك تايم يا اما يكون تايم لاين ولا يكون هذا درايفر ما نعرفش هما بعد تشوفوهم تكست اديتور عندنا هنايا فيديو اديتور ثاني ورا ولا فيديو سيكونسور تخير من كاع هادو وتزيد كما تبغي وكي تبغي تقلع واحد فيهم كليكي بينهم ادروات ودير جوين ارياز هنا يقول لك وين راها اريا ولا البلاصه اللي بغيت تكرازيها كيما انا درت كيما هذه منا يعني هذه غادي تروح درت كيما هكا هذه غادي تروح مي انا غادي نقلع هذه سما ينضربوا منها هنا عندنا مجموعه من الخيارات ثاني عندنا هنا المود اللي نخدمو فيه كما دروك نخدمو في لوبجي من بعد نشوفو هاد لي مود الاخرين عندنا هنا الفيو تخير الفيو اللي راك باغي تشوف بيه لي زوبجي تاعك كيما هنا دروك انا 3 دي فيو لو كان نديرو باغ اكزومبل هنا فيو بوينت نديرو توب يوري لك من فوق لو كان نبدلو نروحو للباطن هذه راها من تحت نروحو باغ اكزومبل للليفت ولا الرايت هنايا الرايت وكيما راكم تشوفو هنايا كل وحده داير لك حداها نيميرو ولا عفسه كيما هنا داير لك نيميرو 7 هي التوب كوماند مع 7 ولا كنترول 7 هي الباتم فرونت هي نيميرو 1 يعني في الكلافي هنا لكم لي راكورسي هادو هنا باغ اكزومبل باش تيليكسيوني كاع لي زوبجي لي راهم عندك مع بعض او ميم طون هنايا باش ما تيليكسيوني حتى واحد تقلع سلاك عندنا هنايا انفيرت
عكس الى كنت سيليكسيوني باريكون في هذا وهذا زوج مسيم سيليكسيوني وهذا ثلاثه تنعكس هما سيليكسيونير واللي ما كانش واللي كان سيليكسيوني ما يتسيليكسيونش يروح هنا عندنا دي زوبسيون اخرين ثاني بعد نشوفوهم هنايا عاد باش نكريو اوبجي جديد لي زوبشي عندنا هاد الماشز عندنا بلين اللي هي ارضيه نورمال كيوب مكعب سيركل دويره سفير هي البوليطه بالون عندنا بزاف هنا الكيرف هنا اشكال ثاني دائريه وكاع وهادو كاع قدو نكريوهم تقدر تكري كاميرا ضو لايت داخل ايميج تخدم عليها هنا ايميج باغ اكزومبل تخدم كار لوطو تخدمها بال 2 دي ترسمها من بعد دخلها هنايا وتعاود ترسمها وتردها 3 دي ولي زوبسيون بعد نشوفوهم واحد اخرين وهنا اوبجيكت عندك واحد البروبرتيز خاصة بالاوبجي تاعك ثاني من بعد نشوفو عندك لو كان تكليكي الان طلع لك هذا البانل اللي يعطيك ثاني واحد خصائص خاصة بال ولا معلومات خاصة بالاوبجي تاعك المهم انا ماش باغي نطول عليكم حتى هنا كل مومو شفنا الانترفاس تاع البلندر كيفاش دايره شفنا كيفاش تكري لي زوبجي جدد تدخلو كريو كاش عدسها هكا خربو هكا شوية شوفو كيف داير الخطرة الجاية ان شاء الله نزيد نشوفو حاجة اخرى حتى نلحقو للفيديو كومبوزيتينغ وندخلو صور احتروادي في الفيديو تاعنا ويبانو رياليستيك ولا حقيقي كان هنا نقول لكم تهلاو في رواحكم ما تنساوش الاعجاب بالفيديو اذا تعرفوا ناس باغيين يتعلموا 3D قلت لكم ماذا بكم طاقوهم ولا تشاركوا معهم الفيديو هذا ولاشين تاعي واذا باغيين تتعلموا اي حاجه في هذا الدومين تاع الفوتوغرافي تاع الفيلم ميكينغ وتاع 3D اذا بيا خلوهم لي في الكومنت وسي نحضر لكم عليهم دورات باذن الله دونك تهلاو في رواحكم صحه فطوركم صحه سحوركم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.